استعرض لكم الآن مشاهدينا المخاطر الصحية التي قد يسببها تناول الأدوية دون مراجعة الطبيب وفقا لموقع فاميلي دكتور. أولا الآثار الجانبية للأدوية، فعند تناول الأدوية بشكل عشوائي تزداد احتمالية الإصابة بالآثار الجانبية لهذه العقاقير مثل القيء والدوخة وأيضا الصداع. هناك أيضا بعض التفاعلات لهذه الأدوية التي قد تتفاعل مع بعضها البعض عند تناولها في نفس الوقت، الأمر الذي يهدد بالصحة العامة للمريض، كما تفقد بعض العقاقير فعاليتها عند تناولها مع عقاقير أخرى. يعاني بعض الأشخاص من الحساسية اتجاه مركبات الموجودة في هذه الأدوية، وبالتالي يجب استشارة الطبيب لوصف الدواء المناسب حتى ما يسبب أي نوع من أنواع الالتهابات والحكة في الجلد. هناك أيضا مشاهدين بعض الأشخاص الممنوعون من تناول أكثر من دواء في نفس الوقت، ما قد يعرض أجسادهم لمضاعفات صحية مثل الأطفال وكبار السن وأيضا مرضى الربو ومرضى الكبد والكلى والقلب. ومن المهم جدا مشاهدينا توجيه بعض الأسئلة للطبيب قبل مغادرة العيادة، مثلا عن موعد الأدوية وتفاعلها والآثار الجانبية لها.